طب النهارده لو انت قاعده على كرسي المذيع، مين الشخصيه اللي تحبي تحاوريها؟ ممكن يكون مطرب، حد كان قدوه ليكي، حد اتاثرتي بيه. انا كان نفسي اقابل جدا نور الشريف، الله جدا، يعني من الناس اللي انا كنت بجد بعشقهم، كان نفسي اقابله جدا. كان نفسي اقابل فريد شوقي يا جماعه والله. يعني بجد اصلا يعني مصطفى في اول معرفتي بيه جالي في عيد ميلادي وقال لي انا عامل لك مفاجاه، ولقيته بيشغل اغنيه خلاص، فالاغنيه دي يعني لو بيتكلم فيها عن عيد ميلادي بقى وكده، بيتكلم عن الحاجات اللي انا بحبها، فمن ضمن الكلمات بتاعت الاغنيه مكتوب فيها انه يا اللي فريد شوقي فارس احلامك. كان فارس احلامك. انا بعشقه. ملك الترسو كان فارس احلامك. ايوه انا بجد بموت فيه، وكل ما اشوف رانيا اقول لها يعني افضل اشعر فيه كده، يعني من حبي فيه بجد.